انت شو رأيك بابا؟ ما بعرف يا ابني. تركي عم بيقول انه مانا مضطرين نعطي قرار بسرعة. منتأخر شي اذا منستناها لتفيق هي وتقرر. شو رأيك ابني؟ امي رح تخاطر بالموت يا بابا، رح تقول بموت ولا ببقى بالسرير. هذا من حق امك. طيب انت بدك هذا الشي؟ وما بدي كمان اخسر امك، ما بدي كمان تبقى امك مشلولة، حتى لو في احتمال ضعيف انها تشفى. بابا اذا نحن خسرنا امي ما رح نسامح حالنا طول العمر لانه اعطينا هذا القرار، واذا ما اعطينا قرار العملية امي ما رح تسامحنا اذا بقيت مشلولة. عفرض عملت العملية وتمت بنجاح، رح تقوم تمشي 100%؟ ما حدا بيقدر يعطي هيك ضماني حضرة المدعي. معناتها كيف فينا نقرر هيك؟ ما رح اختيارة. إذا قلنا في أمل بالعلاج الفيزيائي ممكن تتجاوب معه؟ تركي أمرني معلم. القرار امي رح تاخده، رح نستناها لتفيق. شو عم تعمل هون ولا؟ دوري بالحراسة هلا. شو عم بعمل يعني؟ ترقيت من عامل بوفيه. ايمتى رح تترك الشغل بقى؟ وقت بصير عراب بتركه. انت ابن ليشار عمو؟ اي نعم. لكان روح قول لابوك بيسلم عليك هاشم اغا، هو ضيف عند مراد علم دار ومل من هاي الضيافة تبعه، خليه يعرف. اوعك تقول هيك شي. عود عائل، رح تطلع ربحان من هاي الشغلة. على جستي ما بيطلع هذا الزلمة من هون. ولا شو بدك تعمل؟ قل لي. رح تموت هون مثل الكلب. وقت اللزوم بموت. لو بعرف انه بيعرفك ما كنت خليتك تيجي لهون. طيب نهان، فرض انه نحددوا محله من الهاتف واجوا اخدوه من هون. اصلا مراد على مدار مفاضلك ولا فاضي لهاشم تبعك. ليش؟ لانه اوصوا له امه. هلأ ما منقدر نفيقها، لازم ترتاح شوي، رجاء لا تطولوا. Thank you.
كنت تقولي لي لا تروح. ولا أنا عم قلك لا تروحي. اجا كاظم كاشف اغلو سيدي. ايه انا بعتت ورا خليه يفوت. شو سيد هرصوي، شايفك جمعت حواليك الحراس والمعترفين، مانك منتبه انه هدول ما بيقدروا على هذا الشغل؟ انت بتعرف كل شيء، ما هيك كاظم اغلو؟ لو بتقدر تعملها ما كنت بعدت لي. سمعت انه ما بقى عندك محل تلجأ له، قلت بجيبه وبدير بالي عليه. لازم تعرف انه نحن مو بحاجة لحتى نلجأ لظل حدا. إذا أنت بتحتاج لمساعدة بساعدك. قضيت حياتك زعبرة، بكفي الأيام اللي نفخت حالك فيها. إذا جاي على بالك تعيش أكثر ويطول عمرك أكثر، فبنصحك تعمل اللي بقلك عليه. عناصرك وينهم؟ مو احسن لك تسأل الشغل اللي بدك تشتغله؟ بما انك بعت وراي معناته انت بدك تلخبط الجو. ما في داعي للسؤال. اجا السيد كنان. يدخل. تفضل. شوفي ليش جيت؟ بابا انا بعرف محله لهاشم اغا. وانت شو عرفك بهاشم اغا؟ مراد على مدار حاطه بمحل وحاطط نهاد يحرسه. وين بقى؟ بس ما بتعمل له شي لنهاد، وإلا ما بقلك. يا ريت انت ونهاد هذا ما تدحشوا أنوفكم بشغلة وسخة. يعني أذنب الشاب لأنه بده يعمل منيح؟ شي خلص خلص لا تطولها. المهم هو وين؟ بابا قلت لك انه ما رح نعمل شي لهذا نهاد.
رح احكي مع المعلم. ساوي اللي بدك اياه. تعال معي. ما في داعي، انتو احكوا. قوم يلا. شو هي معلم؟ حالتنا مع إرصوي. لما نزلونا الختيارية لتحت الأرض قلت لحالي أنا بخلص على هدول كلهم قبل ما يفيق إرصوي من محل مو نايم، واشتغلنا شغل كتير منيح. إيه بس ما حسبنا انه هذا الزلمة مريض نفسيا كل هالقد. يا سيدي حتى ولو حسبنا ما كنا بنقدر نعمل شيء. الختيارية لعبوا علينا لعبة كبيرة، دخلونا بمجال هن ما يقدروا يدخلوا فيه، دفعونا لمجال نسيوه او حتى حاولوا يتناسوه لانه ما عندهم الجرأة يفوتوا عليه، فلا قدرنا نتقدم ولا قدرنا نتراجع. مثل هاي بالضبط. قبل 10 سنين طلعت عبارة بتتعلق بعملية جماعة دوموس باجلر انه الدولة عم تنظف امعائها، بس هلأ الدولة عم تنظف دمها. وبالحالات الطبيعية انت لازم تريح يلي عم يغير دمه، بس الدولة ما مع وقت لهالشي. بظروف جماعة دوموس باجلر والظروف الدولية ما عنده وقت للراحة أبدا، لهيك قررت تغامر بفريق مثلنا وتغير دمها وهي حية. إذا نضف الدم برا رح يظهر الوسخ يلي جوا، وإذا ما هدرت هذا الدم ما بينضف هذا الوسخ. معلم هدول بدل ما يكون مريض ويريحونا كونا إلنا. كونا لحتى تنزل هي لتحت بيلزم عقل، بالقوة ما بيمشي حالها. منشان هيك اجا إرصوي وقوص أمي، بده ياخد لنا عقلنا من راسنا، ولنفس السبب قتل علوش، منشان ياخد لك عقلك من راسك. وفعلا أخده. معلم عشنا حياتنا بسفك الدم، نحن شو فهمنا بتنظيف الدم؟ منفهم منفهم ومنفهم كتير كمان. معلم أوصال وعدنا بإرصوي بشرط أنه نتعامل ونشتغل معه. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. كيفك عزيزي جان؟ منيح إنجي. خير؟ كل ما اتصلت فيكي بتقولي مشغولة. هلأ لمين مديونين بهي الدعوة؟ يا ريتني دعيتك مشان شغلة منيحة. ليكون بدك تتجوزي، لقيتي واحد جديد؟ بعيلتنا أبي بس يلي بيتجوز. بسبب أبوكي أمي عم تتصرف كتير منيح مع أبي، مقطوع قلبها ليروح يتجوز وحدة صبية. أبوك ما ممكن يتركها لأمك نهائيا. قولي عزيزتي إنجي عم اسمعك.
انت عرجل مين داعس جان؟ بهالفترة ما عندي تصوير سري لأي شخص، حتى ما ضفت شي على مجموعتي. بعد ما صارت قصة محمد فكرت عم توصلنا معلومات مخابراتية كتير، بوحدة منهم انك هدف، وبالتاني انهم قبضوا على مجموعة وبين ايديها معلومات عن موعد طلعتك من البيت، عدد حراسك، سياراتك، مواعيد مدارس ولادك ومخططات وخطط. اخذت هالمعلومات من افادي، صدر امر تصفيتك. مين اصدره؟ ارسوي اولوبي. الله الله، من وين طلع هاد هلأ؟ انا بعرف في مدير امن قريب منه اشتغل معنا فترة طويلة. يلا انا بعدين بحكي معه وبحله. انت بتعرف شلون تحله، بس حسب ما سمعت اولوبي محتاج مصاري، مصاري كتير، لهيك ممكن يروحك انت ومدير الامن مشان المصاري. لو انا كنت محلك اكيد بجرب اتفاهم معه. طبعا ما بعرف شو الموضوع. الحكومة حجزت كل شي عندي، ما ضل مصاري. عزيزي جان، مين معه مصاري قدك؟ عزيزتي بورتشين، هذا ابراهيم. يلا يلا قومي افتحي الباب. سيد فكرت، انت مالك امان ابدا. معلش، عم شوف وش مرة بجنن، ومن حلاوتك نسيت كل التهذيب. دخيل الله، كيف بيهرب. ايه انت مستشارتي الصحيه، هلا الدب بدي اخلقه. وين السيد فكرت؟ جوا. معناتها انت ما بتحبني ابدا يا ابراهيم، لانك توقعت تموت من زعلك علي. شوي 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 لك رح تكسر لي عظامي، طول بالك. بتستاهل معلم، اذا بتشتغل اي شغلة بغيابي مرة تانية اكيد انا رح اقتلك. لا تقول ما قال لي. ايه اوعك تتركني هون وقت اطول بدون مرة، من غير شي هي الواقفة هونيك رح تدفني بالحياة. ايه هاي حضرة الانسة. ما قلت لك رح تعجبيه كتير لابراهيم يا بورتشين؟ بلا قلت سيد فكرت. انا ما بدي نسوان بحياتي ابدا، ما بقدر لون. بس انا بدي. يلا روح نادي البنات بسرعة. ابراهيم. شو ميماتي؟ من الصبح لهلا اتصلت فيك 1000 مرة، ليش ما عم ترد علي؟ ليكنا ردينا. كيف وضعها هلا لأمه لمراد؟ ما خطرة. إرصوي السافل ما قتلها عن قصد، ما هيك؟ بما انه ما اطلق الثانية. ايه قبل ما نروح ننهي لك قصة للازارة، خلينا ننهي شغلة إرصوي. اخي فكر حالك رئيسي لحتى تختار الشغلة اللي بكلفك فيها بتنفذها وبس. انت بدك تعطينا إرصوي ولا ما بدك تعطينا اياه؟ وقت اللي بتوفوا بوعدكن انا بوفي بوعدي كمان. يعني انت بتعرف وينه إرصوي؟ ميماتي ما عندي وقت حتى العب فيه. وانا كمان ما عندي وقت. إرصوي وينه؟ لا تتأمل بنجدة لا من اليمين ولا من اليسار، جاوبني على سؤالي، إرصوي وينه؟ ما بعرف. صدقني زعلت كثير مشان يلي عمله بأمك. أنا بكرهه لهذا الزلمة على قد ما بتكرهه أنت.
لا يا حبيبي لا تكرهه، لا تكره زلمي رح يموت، بس اللي عن محله وأنا بروح بقتله. لو بعرف كنت أكيد بقلك. ميماتي ما كان بدكم ترجعوا تشتغلوا معي؟ قتلوا وصال لحتى سامحكم. نزلوا نزلوا. خلاص مراد، ما في لزوم نقتل بعضنا مشان واحد سافك مثل قرصاي. ايدك بس، بعرف انه عم بيحضر حاله مشان يخربط بعض الاوضاع. شو بده يخربط؟ قلي شو الأخبار؟ معلم، في شوية شباب اقتنعوا باللي قلنا لهم إياه، بس الشيخ ضد هيك عمليات. في شي عن ذو الفقر آغا؟ في الليلة ما بتخلي حدا من الشباب غيركم هنيك. ماشي يا سبعي؟ ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. اي والله تسلم. الله يعافيه يا حبيبنا مراد. سمعت انه الست الوالدي صارت منيحة. لا والله مو منيحة يا ذو الفقار. لا لا تقولها. ذو الفقار آغا، يمكن يكون السافة الإيرسوي عم يحضر شيء ضد جماعتك. هيك لكان. بتعرف حبيبنا مراد، هي أول مرة بطلع برات البيت من وقت طويل وما بعرف أي شيء أبدا. أنت سمعت شيء؟ هلأ أنا لسه ماني متأكد، بس سمعت أنهم عم بيحضروا شيء لدور العبادة يلي بتخصكن. إيه أنا رح شوف هالشغلة، يمكن ما رح يضل شي محرم عنا ما يعمله هالسافل. أنا بفرجي له هالحقير. عبد الحي، روحوا التقوا بلالا زارة وسألوها ليش أو وصال بده يقتلها. سمعت أصوات برا. ابن أخي ابن أخي، اترك هالسلاح هون ليروحوا ما يعرفوك بتروح فيها. ما بدي اسمع صوتك. ماشي مثل ما بدك. مين في هون؟ أخي نحن بعتنا سلام ليشار آغا، هو يلي بعتك؟ قال يتفضل على البيت.
ويا ريت يشرفنا نحن كمان شوي. ما بحب يلي ما بيوفي بوعده. هاشم اغا يشار اغا بيحب كنتو، وهذا اخوه، ووعد كنتو انه يسامحها بروحه. هذا الطرف غالي، حطينا لك دم تازة من شان هيك بدك وقت لتتعود عليه. اللي دم مين عطيتوني؟ هذا دم زازة تركي مصفى. لك ليش في دم زازة تركي وزازة ألماني أو صيني؟ هو يكون دم واحد بكفي. بس لو قلك مين يا غالي. معناتها ليش الحكة هي دبحتني؟ خالي جرحك عم يشفى، هذا هو السبب. وينن الناس؟ ليش لهلا ما حدا اجى زارني؟ ها وين الورود والعطورات؟ وين البسكوت والبردقان؟ معقولة ما بقى عندي اي رفيق؟ قل لي مين بدك خالي وفورا تجيبه لعندك. لجيب لك يا خالي، إذا هنن ما إجوا لحالهم شو راح تفيدني إذا جبتهم؟ خالي رثوي قوث أمه لمراد على مدار، لهيك ما حدا فاضي لهيك قصة. ولك أنت ما بتمسك لسانك، معقول بينقال هيك شي لمريض؟ هذا وقت النقاهة يا ولد. نقاهة مين خالي؟ اللي شو ماتت المسكينة؟ لا خالي، بس يعني عم يقولوا رح تبقى بالسرير، ما بقى بتقوم على رجليها. وكيف وضعه على مدار؟ أسوأ بكتير من أمه، ما عنده عين يشوف فيها المسكين. عينه ما عم تشوف؟ إذا عينه عم تشوف على حالة إرصوي. كيف بدنا نخبر السيد مراد؟ أخي بدنا ندخل لجوا ونقله. معناتها أنت فوت قله. لا أنا ما فيني قله. ما في غيرك حسني. إيه أنا اللي بقله، بس جنابك تحمل المسؤولية. هلأ أنت بتخرب كل شيء، بعد هيك لقلك. شو في تركي؟ معلم مع الأسف أنا جاي خبرك خبر بشع. لا لا معلم، أمك بخير، بس مع الأسف فقدنا لممدوح آغا. وهي خسرت صديق تاني. يعني الله يمد بعمر أصدقائك البقيانين، وإن شاء الله ما مننحرم لا منك ولا من كبارنا. تسلم يا تركي.
انتو شو لكم شغل مع اويصال؟ انت شو علاقتك بشغلنا معه؟ الزلمة حاطتك براسه رح يخلص عليكي. انت ما حطيتني براسك؟ شو قدرت تعمل؟ قدرت تقتلني شي؟ لا تخليني اندم لانه وقتها ما قوصتك. ويعني مين مفكرة حالك لحتى ما اقدر اقتلك؟ نماتي باش، وقت بتختير بتصير تخرف مثل كل الاقطاعيين. انتو اعضاء المنظمة ما بتعيشوا كتير، بتموتوا بكير لهيك ما بتخرفوا. ميماتي، نحن مو جايين نحكي هذا الحكي. عم نحكي مثل الخلق وبتسمعنا طون حكي. من ألف سنة ممنوعين من الحكي، عدم المؤاخذة إذا وجعت لك راسك يا ميماتي باش. عبد الحي، ترجم لهي المرأة. ايه وصال ليش بده يتخلص منا؟ بظن لا تظن، لا تظن. ايه بده انه بعض رفقاتنا ما يصيروا نواب بالمجلس، ونحنا ما قبلنا بالشي اللي قاله. هلا بده يتخلص منك لانك بدك تقبضي معاش؟ شو هالحكي؟ معناتها هالشي منشان يعمل استفزاز. شو بقلك ميماتي باش؟ روح اسأل العميل، قله ليش انت بدك تقتل لالا زارا. امرلي من جهة ودولتنا العميقة من جهة وجماعة قنديلي من جهة تانية، اللي قاعدين ببروكسل بيضغطوا من جهة والامريكان بيضغطوا من جهة تانية. بس لالا زارا ما بتوقع على الارض باي شكل. معناتها ما حدا عم يضغط عليك بشكل صحيح. أكيد بشي يوم توقعي بين إيدي، بتشوفي إذا رح تقدري تقومي عن الأرض. أنت ليش بتقسى على هالمرة كل هالقد؟ دخيلك دايب فيها لهيك عم بقسى. دايب دايب نيالك على هالوقعة. ما بعرف كيف تصير هيك وقاحة. هذا الزلمة ما بيخاف من حدا؟ الزلمة اللي بيفلت بكل شي سوا، ليش لحتى يخاف من حدا؟ انت عم تحكي مزبوط. اذا نحنا ما ضغطنا عليه وانتو ما ضغطتوا كمان، بيقوس هاد وبيقوس هداك. كيف ما كان رح تنتهي، شي بيخلص بالاعلام وشي بيخلص بالقضاء. كيف علاقتك ببنتك؟ كتير منيحة. كتير قوية هالمرة، انتبهي لحالك. شو عم تعملوا؟ شو بدنا نعمل؟ قاعدين. عادي. وينه مراد؟ بدي اقله عليها العافية. هلأ هو مو فاضي، بتشوفي بعدين. زعلت كتير، متأكدة انه رح تشفى وتقوم على رجليها. تعالي بدي احكي معك بشغلي. هدول اكيد في بيناتهم شي. ومين هي انجي ليكون بينه وبين مراد؟
إرسوي وينو؟ ما بعرف. شو بتعرفي؟ إرسوي ما بقى التقى معي لأنه حضرتك عم تلاحقني. إنجي، أنت ما بتعرفي العلاقة يلي بيني وبين أمي، يلي وصلني لهون وعلمني هي أمي وأبي، أخذوني من الميتم وربوني، ربوني على الحب وحبوني لدرجة كتير كبيرة، ما حسيت بالحاجة لحب تاني. إجا يوم وعرفت مين أمي الحقيقية، ولما عرفتها ما حسيت تجاهها أي شيء. أنا أمي ماما نازك، وأمي هلأ عم تموت وكله بسببي أنا. ما بعرف إذا قدرت أشرح لك منيح اللي بقلبي. بفهمك منيح كتير. وقت بعرف شي عن إرسوي أولوبي رح أتصل فيك، بوعدك بهالشي.